مرحبا بكم يا أعزائي، كيف حالكم؟ إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ نعم، كانت كينيا، واليوم سنسافر إلى مكان جديد، سنزور قبيلة نيديبيلي في جمهورية جنوب أفريقيا. لم نسمع عنها كثيرا، ولكن ستشعرون أنها ممتعة وعجيبة عندما ترونها. نعم، إذن هل نسافر الآن مباشرة؟ هذا علم جمهورية جنوب أفريقيا. هذه صورة بيوت أفريقيا المدورة التقليدية، ألوانها داكنة ولكنها منسجمة جداً مع المنظر، صحيح؟ هذا بيت تسكن فيه قبيلة نيديبيلي التي لديها موهبة فن الرسم المميزة. سمعت أن كلهم يرسمون على الحوائط هكذا بنفسهم، حتى وإن رأينا ظهره فقط نشعر أنه رسام رائع. هذه صورة ناس يسكنون في هذه المنطقة، نقوش الملابس تشبه نقوش البيوت، نراها بشكل أكثر تفصيلاً. يبدو أنها ليست مريحة لسبب ما، ولكنها مثل لعبة ممتعة ورائعة. واليوم سنرسم معاً شخصاً من هؤلاء الناس وبيتاً، هيا بنا! أولاً نرسم الأرض، وبعد ذلك نرسم شخصاً في اليسار وبيتاً كبيراً في اليمين. الآن انظروا فقط! الوجه، الرقبة، الجسم، الرجلان، القدمان، والأعشاب وراءه، ونرسم باب البيت. وهذه خطوط على الحائط، سنضع نقوشاً داخل الخطوط بعد قليل. هيا، الآن حاولوا أنتم أيضاً! الآن هيا نرسم بشكل تفصيلي. Thank you.
أضع نقوشاً لا ترسموا مثلي، بل ضعوا نقوشاً كما تريدون. نراها بشكل تفصيلي نفهم أن بها نظاماً ما. هيا حاولوا وضع نظامكم الخاص أيضاً. Thank you.
الآن نمسح الخطوط التي رسمناها بشكل خفيف. بالنسبة للألوان، لونوا كما تريدون بحرية. قد اكتمل كل شيء. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ يبدو أن قبيلة نيديبيلي تحب الرسم جداً، فإنهم يلونون بيوتهم بألوان مختلفة ويصنعون ملابس رائعة. نعم، وأنتم أيضاً استمتعوا بالرسم الممتع. إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة. مع السلامة.